العدوى مثل فيروس داء فقدان المناعة المكتسبة HIV والكلاميديا يمكنها أن تصيب كل شخص، رجل كان أم امرأة، يمكنه نشر المرض. الأعراض لا تظهر دائما، كثيرا ما لا يلاحظ الشخص أي شيء، كما لا يمكن ملاحظة ما إذا كان الآخرون يحملون هذه العدوى. غير أن الأمراض الجنسية لها عواقب، بعض الأمراض الجنسية مثل الكلاميديا ومرض السيلان يمكنها أن تمنعك من الحصول على الأطفال وتجعل منك عقيمة. هذه الأمراض التي قد تجعل منك عقيما هي مضرة وخطيرة لدرجة أنه أشير إليها في قانون الحماية من الأمراض المعدية. حسب هذا القانون يجب على الشخص أن يذهب للكشف عن نفسه إذا كان يشك في أنه قد تلقى العدوى. إن المصاب بالعدوى يجب عليه إخبار شريكه الجنسي بذلك. إذا كان الشخص مصابا بالعدوى المنتشرة جنسيا، فيمكنه أن يحمي شريكه من خلال استعمال العازل الطبي. لا تظهر العدوى ولا يحس بها الشخص في جسمه، لا تكون هناك أعراض. أفضل حل وهو الذهاب للفحص إذا قام الشخص بعملية جنسية مع شريك جديد دون استعمال العازل الطبي. ومن الأفضل أن يذهبا معا إلى الفحص. إن الفحص مجاني، وعندما تفحص بخصوص فيروس داء فقدان المناعة المكتسبة HIV لك الحق أن تحجب هويتك، وبالتالي لا تحتاج إظهار بطاقة تعريفك. عندما تذهب للفحص بخصوص الكلاميديا أو داء السيلان تحتاج فقط إلى إجراء فحص سريع للبول. الفحص بخصوص فيروس داء فقدان المناعة المكتسبة HIV عبر أخذ عينة من الدم، يتم ذلك بسرعة وبدون أي تكاليف. غير أن الأفضل ألا تتعرض أبدا للعدوى أو تعرض الآخرين لها. استعمل العازل الطبي، إنه وسيلة الوقاية الوحيدة التي تحمي من الحمل غير المرغوب فيه والأمراض الجنسية. كي تعرف مكان الفحص في المنطقة التي تسكنها انقر هنا.